Okay, next question, please. نأخذ السؤال الثاني. Okay, the gentleman in the right area, second line, please. Thank you very much. شكرا جزيلا. I'm from the People's Daily English Language app. أنا من صحيفة الشعب. كما نعرف هناك بعض الدول التي ليست لديها استعدادات كافية طبية. فماذا يجب عليهم أن يفعلوا لمنع انتشار الوباء القاتل؟ سوف أخذ هذا السؤال. أولا، إذا كان يجب عليك القيام بالحجر الصحي المنزلي، فأول شيء هو أن تحدد الشخص المناسب ليقوم بالحجر الصحي المنزلي وتحديد المخاطر بما في ذلك المسنين والحالات المشابهة بينهم والأمراض مثل السكري والأمراض المزمنة الأخرى. والموضوع الآخر، إذا كنت صغير في العمر وقررت القيام بالحجر المنزلي الذاتي، فيجب أن يكون هناك أحد أفراد الأسرة معك. بعد أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع ويوجد لديك صعوبة في التنفس، يجب أن تتوجه إلى الطبيب وسؤال المساعدة. الأمر الأخير هو أن لا تحاول أن لا تنتقل العدوى إلى أفراد أسرتك باتخاذ العديد من إجراءات الحماية كما أوضحت منظمة الصحة العالمية تلك الإجراءات.